علامات الاستفهام، نحب نعرف ايه اللي بيحصل. يسعدنا ان يكون معنا مدير المرصد الصحي والانساني السيد رامي عبد الرحمن معنا من انجلترا. سيد رامي مساء الخير على حضرتك، ونبدا بالسؤال الاول. بنعرف التطورات على الجبهه اللبنانيه اليوم، هل نفهم من كده انه المنطقه ذاهبه الى المزيد من التصعيد؟ اتفضل يا فندم. نعم مساء الخير. طبعا بشكل قطعي المنطقة الذاهبة إلى التصعيد، سواء التطورات اللبنانية أو ما حصل من اجتماع صباح الثلاثاء عند في منطقة عين حور قرب منطقة الزبداني وقرب الحدود السورية اللبنانية، حقيقة الأمر ما بين قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفاطميون الأفغاني وحشد الشعب العراقي، كان للتوضيح بأن هناك يعني مخاوف من يعني توسع المواجهات في المنطقة، وأيضا مخاوف من الاختراقات الأمنية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أي كان الاجتماع أمني أكثر من ما هو اجتماع عسكري، كون أن الخروقات كانت كبيرة في الآونة الأخيرة نتيجة الاستهدافات التي كانت على هذه المجموعات في دمشق، في ريف دمشق، في منطقة حمص، وأيضا ما حصل من استهداف بنك أهداف خلال استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المجموعات في شرق سوريا. لكن دعنا نقول بأن هذه المجموعات موجودة من الحدود مع لبنان ومن الحدود مع الجولان المحتل، مرورا بدمشق وحمص وصولا إلى الحدود السورية العراقية وتحديدا منطقة المكمال التي تعتبر المعبر الحدودي الرسمي مع العراق إلى داخل مناطق سيطرة النظام أو الحكومة السورية سميها ما شئت. طيب سيد رامي، لو احنا تخيلنا انه يعني زي ما حضرتك بتقول الاجنده هي مرتبطه بالبعد الامني، هل ده اللي ممكن يكون له انعكاسات عسكريه لا سيما مع التصعيد اللي حاصل النهارده ما بين حزب الله واسرائيل؟ حتى اللحظة لم تدخل المجموعات الموجودة عند الحدود مع الجولان المحتل التي تعتبر بقوات هي قوات نخبة، سواء من حزب الله أو الحشد الشعبي العراقي أو مجموعات سورية مدربة بشكل جيد جدا موجودة على الحدود مع الجولان المحتل، لم تدخل في العملية العسكرية أكيد وبشكل قطعي. هي لا ليست موجودة فقط لمجرد الوجود، في حال قرر حزب الله وقررت يعني وارتفعت حرب بشكل قطعي هذه المجموعات سوف تفتح جبهة جولان المحتل حتى لو لم يكن هناك رضا من قبل النظام السوري. النظام السوري رافض رفضا قاطعا أن يدخل في خضم هذه المعركة، ولكن النظام السوري غير قادر على منع هذه المجموعات في حال كان هناك قرار قيادي بأن تفتح جبهة جولان المحتل. وهل إسرائيل ستكتفي بقصف الأراضي السورية أم سوف تنفذ اجتياح وصولا إلى مناطق في ريف دمشق الجنوبي الغربي، أي تحتل القنيطرة وتحتل مناطق في ريف درعا، مثل ما كان عليه يعني عليه المعلومات بأن هناك مخطط إسرائيلي في حال فتحت جبهة جولان المحتل بأن هناك توغل إسرائيلي سيكون في عمق الأراضي السورية قد يصل إلى مسافة 20 كيلومتر جنوب غرب دمشق. سيد رامي خليني أكون يعني والله أنا لا أهدف الحزلقة اللغوية، لكن أنا شايف كل التحركات سواء من حزب الله أو من حماس أو من الميليشيات المحسوبة على إيران هي تدخل في إطار تحريك بالكاف، تحريك القضية وليس تحرير أي أرض محتلة. هل التحريك ده فعلا هيكون في مصلحة تحرير أرض عربية، ولا إسرائيل ومن وراءها الحلفاء الغربيين سيكونون بالمرصاد حتى لا يبدو للمقاومة العربية أنها حققت أي نجاحات على الأرض، وبالتالي يقطعوا أو يزيلوا فكرة أن الأرض يمكن أن تحرر عن طريق قوة السلاح؟ يعني الواقع بأن هناك مشروعين، مشروع إسرائيلي ومشروع إيراني. المشروع الإسرائيلي يريد أن يفرض سيطرته على المنطقة العربية، والمشروع الإيراني يريد أن يتوسع ويتمدد في المنطقة العربية. ما نشاهده الآن صراع إسرائيلي إيراني من أجل بسط النفوذ في تلك المنطقة وليس من أجل القضية العربية والمقاومة العربية وتحرير الأراضي العربية، لأن من يريد أن يحرر الأراضي العربية لا يفتح جبهة ويترك جبهة. لو كان هناك جدية حقيقة الأمر لفتحت كافة الجبهات، وهي يعني على المثل العام الدنيا خربانة فلتخرب على الجميع. لذلك أقول بأن ما تقوم به إيران من أجل ترسيخ مصالحها ونفوذها في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والمنطقة
في إطار الصراع الإسرائيلي الإيراني المعلن، ولكن تحت الطاولة لا نعلم ماذا يدور من حوارات إيرانية إسرائيلية. يعني سابقا قيل بأن هناك كان اتفاق إيراني إسرائيلي لضرب المفاعل النووي العراقي، الآن ما ندري هل هناك مكاسب سوف تحققها إيران بعد كل هذه الدماء التي تسيل الآن في المدن العربية وفي الأراضي العربية. كل شيء وارد. تمام.